زي ما بيقولوا كده، دايما الحاجة أم الاختراع. وخلال السنتين اللي فاتوا وبسبب أزمة كورونا، كان في اختراعات كتير هدفها الأساسي هو الوقاية من الإصابة بالأمراض، لكن الجديد إنهم اخترعوا قماش مضاد للبكتيريا علشان يحمي الشخص من الإصابة. خلينا نسمع تفاصيل الحكاية. في مجموعة من العلماء ابتكروا تقنية جديدة لتزويد الأقمشة غير المنسوجة بخصائص مضادة للبكتيريا. التقنية دي بتعتمد على تعديل المواد من خلال استخدام بلازما التردد الراديوي لتفريغ الغاز عند ضغوط منخفضة، وده بيتم تطبيقه عملياً على نطاق واسع في مجال الطب. ومن المعروف إن مرضى كورونا بيعانوا من ضعف في المناعة، علشان كده التقنية الجديدة هتساهم في عدم تطور العدوى البكتيرية الثانوية عندهم. الأقمشة دي هيتم استخدامها مرة واحدة، وهتساعد في احتواء انتشار البكتيريا المسببة للأمراض في المستشفيات. عملية إنتاج النوع ده من الأقمشة بتكون معقدة جداً عن طريق وضعها ضمن بيئة مغلقة ما بين قطبين كهربائيين، وإضافة مزيج من الميثان والأرجون لتشكيل سطح مقاوم للبكتيريا، وبتحمي الإنسان بشكل كبير من الإصابة بأي أمراض تنتقل عن طريق البكتيريا.